أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: أنا في رمضان أكون مشغولة في المطبخ والأولاد، ويفوتني، مع أنني أخذت الثانوية العامة، يفوتني قراءة القرآن، هل لي في أجر في ذلك؟ إذا كنت مشغولة عن تلاوة القرآن في رمضان فأنت معذورة، ولك الأجر إذا كنت نويت التلاوة لو تمكنت منها، ولكن العذر منعك من ذلك. وأيضا الحفظ، تقرأين من الحفظ، ولو بعض السور التي تحفظينها تقرأينها وأنت تعملين لتنالي الأجر والثواب. نعم.